بعد التخرج شنو هو ناويين تعملوا؟ والله انا ناويه نكمل ماستير ان شاء الله. اي بوركوا با دكتوراه. صحيح. حسيلو مش نعملهم الكل، مانيش مش تاخذيت الاجازه توا، هي عرفت شنو الانسان يعمل بيوت. وكل مره عرفت السقف الامال نتاعو والطموحات يرتفع. بيان سور. على الاول تقول انا سي بون ياخذ الباك وفيه البركه. من بعد تلقى روحك لا والله راني نجم، راني مواصله، راني خذيت ليسونس، نعطي ثقه في روحي. اليوم ماذا بيا نكمل الماستير. بوركوا با، مش بوركوا با، هيك هو اللي مشي نعمله معناتها. اونتر تون يتحلوا لي كونكور نتاع توسكي سوا محامي قضاء اي حاجه. انا مستعده. وانا جو سخي لا بروميير كليون. اعطينا مدام دارين بلال، اعطينا ان ميساج هكا قصاد الكاميرا هذيك، اعطينا ان ميساج هكا نحبوا مع بي فولونتي ومع بي معناتها امهات برشا امهات. اعطينا ميساج مدام دارين. هو الانسان بي كيف يعطي الثقه في روحه، بي الانسان يامن بروحه. وكيف ما قالت مدام هاجر ساعه، ممكن الضعف الحاجات الخايبه اللي تعدى على الانسان ممكن تضعفه واللي تطيح له معنوياته. شو تنصحهم؟ نقول لهم حب روحك، راك تنجم توصل لابعد الحدود، فمش حاجه مستحيله. اي سورتو العمر ماهوش حاجز، ماهيش حاجه. معناتها المراه ساعات توصل ل 40 سنه تقول ربي انا ساعات نشوف حتى حاجه ديزونت نيجاتيف. نقول لهم نقول لك بلي في ال 40 سنه واللي 41 سنه مش تعمل بيها انت هذه. مي الحمد لله العمر ماهوش حاجز، نجموا نوصلوا. امنوا برواحكم، راكم توصلوا. بلال عندك كلمة ختام؟ كلمة الختام ولا نصيحة للفرد؟ كلمة الختام تنجم تنصح بها اللي تحب. نقول ما فهم شيء صعيب، حطوا اوبجيكتيف راكم مش تخلطوا له، كو سوا لي زوبستاكل اللي يعرضوك في الثنية. عزيمة والإصرار حاجة مهمة برشا باش تخلط وين ما تحب. فخور برشا اللي انا عندي ام الحقيقه، نحب نقولها للعالم الكل يتفرج فيها اليوم. عندي ام فخور بها برشا، عندي ام سند ليلي في الحياه. فرحان برشا 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 اللي هي كانت معايا خطوه بخطوه. ديما تدس فيا، هي السوخس نتاع الانرجي نتاعي. ربي خليك، ربي خليك. مبروك ان شاء الله، مبروك ان شاء الله، من نجاح الى نجاح.